مرحبا حميد ابن عمي. مرحبا هلا. مرحبا هلا حي. طيب ساكن طيبين كيف الصحة؟ شلونك؟ يلا حي اقلب شلونك؟ جايزين لك برد بطلات يعشقها ولطيب عشقها تلك الأفهم الله مكلفك فوق المستطاع لك أن خلك من وراه قوت رفيقك لاهقا احتاج في الدنيا قلوب انضاف وصدور وسع وما سلم نجع لنا من الله بالنار اعتقى يسرع ساعة اللقاء يثقل ساعة الوداع خص الوداع اللي تحس انه ما من بده لقى. متابعين الكرام أسعد الله مساءكم وصباحكم في كل مكان وفي كل زمان. اليوم أنا أقوم بزيارة لأخوي وصديقي الغالي جزاء بن عايش الميزاني المطيري في بيته في مدينة الرياض، وهذا شرف كبير لي. أكثر من 12 سنة وأنا وياه نتواصل على الواتساب، ما قابلنا بعض ولا شفنا بعض على الطريق. اليوم تشرفت بوجودي في مدينة الرياض وزيارته في محل، وهذا شرف كبير لي. وكذلك تشرفت قبل يعني قبل ما أجيه وأشوفه على الطبيعة، أنا تشرفت بتصميم تقريبا أكثر من 25 شيلة من كلماته، وهو شاعر جزل، وقصائده اللي جاتني في الشيلات في عدة مجالات، كل مجال يعني في جميع أغراض الشعر، يعني ما شاء الله تبارك الله، اجتماعية وعاطفية ومناظر وامطار ومدح وكل جميع بحور الشعر جاتني. فأفتخر في زيارته ومسي عليه بالخير وأعطيه الكلمة. الله يمسيك بالخير يا أبو سامي، وهذا شرف لنا حضورك. أي نعم. وأبرك الحزات، والله لك مالا، بس عاد وش نسوي، تقول مستعجل وحنا والله يا ابن الحلال ما حسب ظروفك. يكفيني اني انا شفتك وسلمت على خشمك والله، وابن عمك بعد شفته وسلمت عليه حميدي الحميدي، ونعم والله نعم ست النعم. وانا تراني من محبين قبيله مطير حمران النواض، ولي صداقه مع مشايخهم وعيانهم وشعراهم ومنشدينهم وجميع رجال مطير. ابو طلال الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور. أنت شاعر وشعرك جزل. وجيتي هنا، أنا بيني وبين نفسي وأنا في الطريق أول أقول ما راح أطلع من عندي لأخذ من ثلاث قصائد ولا أربع. أبشر. وخصوصا إذا عندك قصيدة وطنية خلينا نبدأ. إذا عندك شيء في الوطن. أولا عندي أبيات ترحيبية. طيبك الله يحييك يا أبو سامي. مناسبة الزيارة. مناسبة الزيارة. هذا يشرفنا. ما شاء الله عليك ما شاء الله. شرفنا يا ابو سامي جعل عمرك طويل وعمرك الاوله من نصيبك وانت راعيها، يا عاتق انت لك التقدير، يا عاتق انت لك التقدير وانت الزميل، وعلومك الطيبه ماني بناسيها، واني ما اقول الكلام الا الجواب، واني ما اقول الكلام الا جواب ودليل، يوم الرياجين نذكرها بسميها، اسمك مخلد به التاريخ جيل للجيل، وعلى التواريخ حاضرها وماضيها، وزيارتك شرفتنا لو وقتك قليل، واللي يرافق يا جعل الله يحييها، واللي يرافقكم يا جعل الله محييها. الله يبقيك طول عمرك وصح لسانك، وهذه الابيات انا افتخر فيها تاج على راسي. نم القصائد واجد الله يحفظك. طيب يا ابو طلال. لا العطاء هذه في الوطن. يا إله الكون يا ذا الجلالة خالق الإنسان من بعد العدم، يا كريم الوجه يا رب النسالة، أبتدي باسمك إلهي واختتم، ديرتي دار النبوة والرسالة منبع الإسلام قبلة للأمم، أشرقت بالنور تمزل الجهالة، ما يقرب حولها عابد صنم، يا مروجة الفتن وأهل الضلالة مالكم في دارنا موطى قدم، الوطن حاميه ربي في رجاله، الرجال اللي على علم وفهم، من جنوب وشرق ولا من شماله، دون هالشجعان بالحزم وعزم، يوم ابو تركي حكم والخير جاله، كلمة التوحيد في راس العلم، وحد بلاده ومن بعد عياله، حاكم بالعدل يا نعم الحكم، ومن خل
ومن يخالف شرعنا بل عدل زاله. ديننا الإسلام سلم واستلم، ما أخذ الدستور ولا بالوكالة، آخذين بلعد الوقسم قسم، الحرارة اللي من أبي على صالة، يشهد التاريخ منذ القدم، وإن ذكرت أهل الوفا وأهل الشكالة، خادم البيتين سلمان الحزم، من اللي جاب حماه عنها الحملة شالم، منها التوحيد خدام الحرم، هم صقوك العز، هم صقور العز وسيوف العدالة، كاسبين الطيب كله والكرم، وان دعانا سيدي حنا فداله، امركم يا سيدي ونقول تم، سيدي اكبر من الشعر ومقاله، مزبن المظلوم عوقل للخصم، ويا ولي العهد محمود الخصاله، عز من يقول وين المعتصم، عز من يقول وين المعتصم، مهندس الرؤيا وكل الطيب فاله، قايد مغوار في حرب وسلم، معرب الجدين من عمه وخاله، والابو سلمان والنعم الاسم، قال شعبي كنه طويق وجباله، صح ما قاله وقوله يحترم، محمد السلمان كل الخير ناله، عاش ابو سلمان وبالشعب احتزم، انعطنا الامر ثم انعطنا الامر. من اشهر القصايد اول الشيلات اللي انا صممتها من كلماتك الله يطول عمرك يا ابو طلال، اللي هي يقول الا يا وجودي ويد من تحت المضمى، والله قريب ضرب جوبت الناس عن عام حنين، واشتهرت القصيده هذه خصوصا اني ركبتها على البدو الاولين وعلى بيوت الشعر وعلى البن وعلى الشديد وعلى، فجالها ما شاء الله مشاهدات كبيره. واتذكر ان في واحده من الشيلات من قصايدك تجاوز 3 مليون، الله يجزاك خير، هذا مجهود الله، اللي هي بصوت احمد الدموك، الدموك الله، هي فيها حكم وفيها والله ماني حافظ العنوان، لكن ما شاء الله تبارك الله يعني تجاوزت، انا اذكرها انها وصلت 3,700,000، هي اللي يقول خلوني اخذني مع البرسج، خلوني ياخذني مع البرسج، اي نعم بالي، هي انا والله اني محظوظ، اي نعم اي والله. فاذا تذكر واحده منها هذه بالذات الاخيره هذه اللي خلوني اخذني مع البرسج، اذا تذكرها نبي نسمعها. يقول يالله يا فارض على الناس حجه، يا باني بيته للي يحجي، عبدك وبن عبدك ومن النار نجح، انت الوحيد اللي من النار تنجي، تجعلنا من كل ما ضاق فرجه، ويالله يا ربي على كل فرجي، العين تسهر كنها مستلجه، ومن السهر والضرس منها استلجي، خلوني اخذني مع البر سجه، يرتاح بالي يوم فالبر سجي، مليت من كثر العنا والدوجه، وشوارع مستحم تنبد وجي، نبع على الصمان يوم توجه، وعلى ولا على نجد المسمى نهجي، جيان احلى من فياض من مصيف بطنجه، يا عادل لا تكثرون الحججي، واترك مكان فيه الصجه ولجه، اللي ما تسمع غير كثره التلجي، وان شفت وادي سالم مع مدجه، سحاب واسم رجه الارض رجي، اللي يصف الصافي ولا فيه عجه، غير المطر ما به مع صير عجي، وعن الشعيب محول مع مكج، من الجال للجال المقابل يكجي، واسبوع والخضار به مبرهجة، جابت علومة ناقلين الهرجي، ريحة النس الخزامة والنفل تبتهج، على الطبيعة لا مخلط عطرجي. وسلم صح الله وجهك الله. شوف أول كان اليوتيوب هو المصدر الرسمي للناس، هو التطبيق الأول عنده، أي نعم. الآن يعني بعد طلوع السناب والتيك توك بالذات، التيك توك الآن صار أشهر من السناب وأشهر من كله، ليش؟ لأن المقطع اللي ينزل في التيك توك يمر على اللي يبيه واللي ما يبيه، خلاص أي واحد قاعد يقلب في الصفحات لازم يمر عليها. وميزة اليوتيوب انه يوثق، يحفظ. توثيق، هو توثيق. الشيء الثاني ان اليوتيوب يعني يسجل مقاطع طويل ويحفظها مدى الحياه. انا مصور حفلات زواج، انا ابناء الناس اللي انا صورت زواجاتهم
عمرهم 13 و14 و15 سنة ويتفرج في حفل زواج أبوه. ما شاء الله. أي نعم. هذا توثيق. توثيق. الصراحة أنا خذ. وكانوا شباب صغار عمرهم في 15 والعشرين الآن رجال موظفين ومتزوجين. يشوف صورته يرجع للمقاطع ويشوف كل شيء. فاليوتيوب يختلف عن السناب ويختلف عن التيك توك لأنه يوثق. والشيء الثاني مقاطع طويلة على ساعة وساعتين وثلاثة يجيب عاد. أنت ما طلعت شاعر مثل أبوك؟ أخذ على نبي أبوي كل أنا لحدي. ما شاء الله تبارك الله. تدري إن الرجال الوحيد اللي وده إنه يصير أطيب منه إنه الأبو لولده. هو الوحيد اللي وده إنه ولده يصير أطيب. إيه هذا الله الله غيره ما حد يتمنى إن حد يصير أطيب. وهذا إن شاء الله إنها إن فيكم الخير والبركة. هو الوالد سمعته عند كل الزبائن عند كل الناس. أبو طلال مصر على أنه يشيل الأبيات اللي الترحيبية اللي أولها يشيلها شيله بصوته هو. تفضل. شرفتنا يا أبو وسام جعل عمرك طويل الأوله من نصيبك وانت راعيها يا عتق انت اهليتك التقدير وانت الزميل وعلومك الطيبه ماني بناسيها واني لا اقول الكلام واني لا اقول الكلام واجيب معها الدليل يوم الرجال نذكرها بسميها يوم الرجال نذكرها بسميها اسمك مخلد بها تاريخ جيل اللي جيب وعلى توارث وعلى التواريخ حاضرها وماضيها وعلى التواريخ حاضرها وماضيها وزيارتك شرفتنا لو وقت قليل وزيارتك شرفتنا لو وقت قليل والله واللي يرافك جعل الله يحييها واللي يرافك جعل الله يحييها وسلامك صح لسانك وبيض وجهك هذه عادة هذه أنا أعتبرها رحلة يقول عندك قصيدة أنت تبي تقولها طيب يقول يالله يا ربي عليك اتكالي يا الواحد اللي فوق خلقه رقيبي واحد احد فوق السماوات عالي فرد صمد ما في شك وريبي جل وتعالى في صفات الكمال لا للشريك ولا اتخذ لصحيبي الملك ملكك يا عزيز الجلال وانت الكريم المعطي المستجيب طالبك يا معبود تلطف بحالي وعسى تكون الطيبة من نصيبي وتحطني في ظل عرشك ظلالي وفيها تظلل عن سموم ولهيبي في يوم لا ينفع قريب وحلالي والصحف طويت واقترب لي طليبي وافوز بالجنة إذا جاء السوالي ليقل من ربك ونبيك أجيبي في حفرة بين اللحود الهيالي لا بالصديق ولا ونيس أو قريبي عقب القصور وعقب كل الغوالي صارت مساكنة الشخص غريبي ما كن شيء في حياتي صفالي ما كن شيء في حياتي مضالي من الصغر حتى وصلت المشيبي نمشي على درب الخطأ ما مبالي والنفس ننهاها لكن نتغديبي وتوب واستغفر وعيد بخيالي وتوب واستغفر وعيد بخمالي ما كل ما سويت ربي دريبي حتى تقافت عن البسيطة رحالي ومن يقف أجله ما نفعها الطبي ولا خير في دنيا بعدها الزوالي وحنا نعرف المخطئة والمصيب دنيا نفرق بين غالي وغالي بين الصحيب بين الصديق وصاحبه والنسيبي وتطوي وتطوي مثل طوي المحالي اللي على النعور فوق القليبي رحلة عمر
تلف لف الحبالي والعاقبة للمتقي واللي بيبي لجر رحيل وفرقتنا الليالي علم الظل دايما ما يخيبي هذا وصلي عد برق الخيالي على نصي على الرسول المصطفى الحبيبي اللهم صل وسلم عليه. صح لسانك ابو طلال، هذه جديدة أول مرة أسمعها. متابعين الكرام، في نهاية لقائي مع الشاعر جزا بن عايش الميزاني المطيري، أنا تشرفت بزيارة الليلة وشوفته والسلام عليه والسلام على ابن عمه، لكن حب أنبهكم يعني لأنه ترى أبو طلال عنده اسمين، الشيلات والقصائد اللي عندي في قناتي الأولى القديمة كانت باسم جهز بن عايش الميزان، والحين جزا بن عايش الميزان، عشان اللي بحثوا في اليوتيوب عن قصائده وعن شيلاته تبحثون بالاسمين كلها اثنين، جهز بن عايش وجزا بن عايش. تشرفت فيك يا أبو طلال، والله يبيض وجهك ولا تسد، والله أنا أسعد اللحظات اللي شفتك فيها وزرتك في محلك، عسى ان شاء الله مجلسك هذا عامر بوجودك وجود النشام اللي منك بحضورك، والله هذا شرف لي، شرف لي حضورك انت واخوي وابن عمي ابو ماهر، وهذا والله من الشرف. نعم انا بعدت تنوشت وتشرفت بشوفته والسلام عليك. والله العظيم والله، وهذا صاحب سناب النشام، سناب النشام مش من شهر مشهور، وترى مشهور بالحيل مره ما شاء الله، والمتابعين ما شاء الله، والله سبحان الله. وهذا الشبل نعم ان شاء الله بشبل الشريف، وانا اقول لا شبل مطير كله باذن الله، أيوة. انه يصير اعلامي كبير وان شاء الله ما شاء الله تصوير جيد وتصوير جيد. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.